سافرت النجمة إليسا إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور أسبوع الموضة الباريسي، وبالتحديد عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إليسا عبد. إليسا التي تحرص كل عام على التواجد في عرض أزياء إليسا عبد وتكون أول من يختار من مجموعته الجديدة، تلتقيها النشرة في باريس لتتحدث عن سر إطلالتها المميزة وأصداء ألبومها الجديد. لا شك في أن مواسم الشوبينج عند الفنانات كثيرة، وخصوصا إذا تواجدنا في باريس. ها هي إليسا ترصدها كاميرا البرنامج في عرض إليسا عبد ضمن باريس فاشن ويك. فيكتوريا بيغام. يعني أقول إلي ما بيزعل مهدون، نحن جايين كلنا نشجعه مثل العادة، يعني نكون معه بأهم لحظة يعني لإله لإلي. أنا أقدر أحب من تاني، أنا من وقت للتاني بنادي. ميزانيات بلا حدود تخصصها إليسا أثناء التسوق، ترى هل أنفقت كل ما بجيبها؟ امبارح وصلت لحقت واليوم عندي بعد، وبكره لانه مسافره بكره على المغرب عندي شغل، فبلحق عندي يومين بعد انه قبل ما اسافر. انت هيك الشيء في قصص حلوه إليسا. ما هو انا ما راح البس شيء غير اللي بحبه، يعني دغري راح يصير إليسا ستايل. لا الحمد لله توفقت، بقول لك الحمد لله على الشوبينج، يعني انه الحمد لله افلس. بعد لا بعد ما خلصت الكريدت كارد. كل زرف له فستانه، يعني لو كوتير الصيفي والسبتة والبريتا بورتي، يعني كل زرف له فستان تبعه. ما في اقول لك انا شو بحب اكثر، لانه بكل كوليكسيون في قصص بتجنن، يعني وفي قصص والوان حلوه موديلات حلوه وبتفرق، فهذا ديبند بصراحه. لوك الالبوم كان مميزا، الوان ابدعت باختيارها النجمه اللبنانيه لتكون الاكثر اناقه دون منازع، وتصبح صورها على كل لسان. هول تيابة فكرتي انه ايه الفيري تيل، انه مش فكرة انه انا اخترعتها، فكرة موجودة وحبيت اطبقها بالبومي، وساعدني فيها الفوتوغراف اللي صور لي الالبوم الكفر. البومي مثل ما بتعرف نزل، عم صور غنية من الالبوم بالاضافة لسفر وحفلات وتصوير اعلانات اللي انا بسوق لها، ما بدي اعمل دعايه، بس يعني بيزي. قديش يومين وجيت لك اوام لقيتك وحشني وحشت. كثرت اطلالات إليسا في الفتره الاخيره عبر البرامج التلفزيونيه، صراحه ثقه بالنفس وكلام من القلب الى القلب، ومسافة قريبة تجمع إليسا بأهل الصحافة وكل محبيها. ما حدا بيتغير، يعني هي أنا كنت مرتاحة بركي لأنه مريحني أكثر، بس هي أنا ما رح يعني أتغير 180 درجة فجأة.